السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر. أدى رئيس اللجنة المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحضور المستشار عدلي منصور والباوط وادرس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والوزراء ورئيس الوزراء وإبراهيم محلب وكمال الجنزوري وحازم الببلاوي والسيد عمرو موسى محافظة مخلصا على النظام الجمهوري ابن السيسي وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. عدلي منصور يعود لرئاسة الدستورية. قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي أن الرئيس المصري المؤقت المنتهي ولايته المستشار عدلي منصور سوف يعود من جديد إلى رئاسة المحكمة الدستورية رسميا بعد أداء السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. لم يحل دون تنفيذ استحقاقات قطعنا على أنفسنا أن ننجزها وعبورنا بالوطن إلى بر الأمان. أسرة السيسي تحضر حلف اليمين للرئيس. شاركت انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرته في حضور مراسم تنصيب المشير رئيسا للجمهورية في مقر المحكمة الدستورية العليا. منصور والسيسي يوقعان وثيقة تسليم وتسلم السلطة. وقع كل من الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة تسليم السلطة وهي الأولى في تاريخ مصر لتسليم وتسلم السلطة. السيسي يستقبل الوفود المشاركة في حفل التنصيب. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملوك والرؤساء والوفود المشاركة في الاحتفال بتنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية، وحضر الحفل عدد كبير من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية والإفريقية.